سلمت قلبي يا ربي حبايبي، أهلا فيكم مرة ثانية. عبادات لطيفة كلطافة قلب المسلم. هل تعبدت الله يوما بإدخال الفرح والسرور على قلب أخوك المسلم؟ رحماء بينهم، المؤمن رحيم. هل أتعبدت الله يوم بمساعدة، بتفريج كربة، بهدية تهديها، تهادوا تحابوا، بقضاء دين، بكلمة طيبة، بترك مكان لكبار السن، توقف السيارة عشان يمر من أمامك العاجز، بإلقاء التحية والسلام، بتشجيع، بابتسامة زي ابتسامة الحلوة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة زي ما أنا قاعد أبتسم لكم الآن، بكلمة أحبك ترى لها أثر في القلب، تغير من مزاج الواحد. هل أتعبدت الله يوم بإدخال الفرح والسرور في قلب أخوك المسلم؟ إن كانت الإجابة بنعم فهنيئا لك، لأني أنا أحبك. سلمت قلبي يا ربي.